أهلا بقناة الموصلية في مغرقات عمليات نينوى، وهناك عمليات مستمرة من قبل قطاعات الجيش والفرق العاملة بأمرة قيادة عمليات ضمن القطاع المسؤولية للبحث عن أوكار ومخابئ عناصر داعش الإرهابي وكذلك مخلفات عناصر من الأسلحة والأعتداء. وهذا اليوم ويوم أمس كان هناك واجب من قبل قيادة فرقة المشاة 16 أسفر عن عثور على عدد كبير من الأعتداء والمتفجرات وكذلك الأسلحة في منطقة عين الجحش، بالتحديد مقالة عين الجحش، وكذلك في منطقة تل الواعد. بناء على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة من قبل القطاعات تم العثور على هذه في أنفاق وكذلك في حاويات حديدية مدفونة تحت سطح الأرض، وجميع الأسلحة والأعتداء كانت بحالة جيدة جدا، وهذا يدل على هناك عمل استباق القطاعات ومعلومات استخبارية متمثلة بتعاون مع قطاعات الجيش ومع أهلنا المواطنين بإيصال كل ما يتعلق بعناصر داعش الإرهابي. بالإضافة في عمق الصحراء هناك أيضا عمليات مستمرة بمتابعة أوكار داعش أينما حلوا ووجدوا. كذلك تم إلقاء القبض خلال الفترة الماضية على عدد كبير من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، سواء في الجانب الأيسر أو الأيمن من محافظة نينوى وكذلك في ناحية القيار والشوارع وحمام العليل، وتم تقديمهم إلى العدالة لنال جزاهم هذا إن شاء الله. سيادة القائد، بالنسبة لزيارة مدير عام وزارة النفط إلى قيادة عمليات نينوى، ممكن توضحنا هذا؟ تم التباحث في تسهيل آلية عبور الصهاريج المحمل بالوقود إلى محافظة نينوى، لا سيما وهناك طريق واحد اللي هو عن طريق محافظة أربيل أو صلاح الدين، وتم إعادة كل القطاعات ووضع آلية لتسهيل دخول هذه الصهاريج لحل الأزمة الموجودة في محافظة نينوى. وبالأحرى لا توجد أزمة، لكن هناك يوجد من يفتعل الأزمة في محافظة نينوى، وهذه الذي يفتعلون الأزمة سينالون جزاءهم وتقديمهم إلى المحاكم المختصة. هناك يعني حصة مقررة كافية لمحافظة نينوى، لكن قسم عندها يذهب إلى السوق السوداء، والدليل على أنه يوجد هناك كثير من الباعة المتجولين أصحاب الجريكانات وكذلك الساحات الموجودة في المحافظة. ودورنا كقيادة عمليات وأجهزة أمنية تم الإعازة إلى كل القطاعات بما فيها قيادة شرطة نينوى بمتابعة هؤلاء وتقديمهم إلى العدالة لمعرفة من الذي يدعم ويقدم هذه المنتوجات إلى هؤلاء الباعة المتجولين أو الباعة في الساحات. وعهد منك رجاء القوات الأمنية سنسر على حماية أمن المواطن وكذلك بمتابعة كل من تسول نفسه للمساس بأمن المحافظة أو يؤثر على تقديم الخدمات لهذه المحافظة، لأن القوات الأمنية تجمع المواطنين في مكانات معينة سواء في حي الرسالة أو في حي سومر أو ضمن قاطع المسؤولية في محافظة نينوى. وهذا الإجراء اعتيادي جدا، حيث هناك أوامر صدرت من المراجع بأن يتم تدقيق هؤلاء المناطق والساكنين ويتم جمعهم في مكان معين وتدقيق هوياتهم على البيانات الموجودة لدينا، والذي مطلوب وفق المادة 4 يتم إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة، أما الذي لا يوجد عليه أي مؤشر أمني فيعود معزل مكرم إلى داره. وهذه الحالة والعمل أفضل من يكون هناك مداهمة بالبيوت وانتهاك الحرمات من قبل القطاعات التي تقوم بالتفتيش. فرسالتي إلى أهلي وناسي في محافظة نينوى بأن يطمئنوا، هناك رجال نذروا أنفسهم للدفاع عن هذه المحافظة، ليطمئنوا أهلنا وناسنا أنه أبنائهم وأخوانهم على الحدود، ولا يسمحوا لكل عناصر داعش من الدخول أو التسلل إلى هذه المحافظة. وستبقى هذه المحافظة عزيزة أمينة، والأمن والاستقرار في هذه المحافظة إن شاء الله طالما هناك رجال يدافعون عن العراق وعن هذه المحافظة.